مرحبا بكم من جديد. عائلة كاملة في نانت تختفي بين ليلة وضحاها. جواب غريب يجي لأفراد من هذه العائلة، يقول فيها الزوج كزافيي أنه هو وعائلته هربوا للولايات المتحدة الأمريكية، وغيرت لهم المخابرات الأمريكية السيا الهوية متاعهم على خطرهم، ولا عليهم اختر. رسالة غريبة عجيبة، المحققين والنيابة باش تفتح تحقيق في هذا الاختفاء، خاصة بعد ما شافوا شنية كانت آخر المشتريات نتاع سي كزافيي. أول حاجة، بعد ما عرفوا المحققين معلومة أدوات البناء اللي شراهم كزافيي، جات لبالهم ضرورة أنهم يمشيوا يفتشوا في الدار وفي الجردة اللي في الدار شنو ينجم يكون عمل كزافيي بالشيء اللي شراه. في عملية التفتيش بنت بلاصة ترابها مازال مقلب جديد، فبداوا المحققين بالحفر فيها، وهنا كانت الصدمة، وهنا انطلقت قضية كزافيي دوبون الشهيرة، وولت أشهر قضية في فرنسا. أنيس، أن، بنوا، أرتور والكلاب الزوز لقاوهم مدفونين في حفرة في الجردة بحذا بعضهم، كل واحد فيهم ملفوف في ساشي ومحطوط بحذا كل واحد فيهم صليب ورموز دينية. الأربعة كانوا مدفونين في حفرة واحدة طولها تقريبا 3 متر وعمقها 70 سنتيمتر. الجثث كانوا مغطين بالإسمنت والجير، الجير على الريحة يعملوه. الشرطة زادوا حفروا الجردة لأساس قالوا هذه العيلة تم القضاء عليها، أكيد فما مجرمة قضاوا على كل أفراد العائلة، بالتالي بقالهم لولي توما والبو كزافيي كملوا حفروا بقية الجردة. وفعلا وصلوا لجثة الابن توما، القوه ملفوف في ساشي هو زادة، وكيف كيف جثته فيها الاسمنت والجير، أما كزافيي الأب ما لقاو له حتى أثر. تقرير الطب الشرعي أثبت أنه الضحايا الخمسة ماتوا بالرصاص من نفس البندقية، كلهم مضروبين بزوز رصاصات، إلا توما كان مضروب بثلاثة رصاصات. أنيس وتوما عكس بقية الضحايا ما لقاوش في دمهم كميات من المنوم، والضحايا كانوا لابسين حوايج النوم، يعني ظاهرة قتلوا وهما راقدين، باستثناء كما قلت لك توما. عائلة كاملة تمت تصفيتها ودفنت في الجردة بما فيها الكلاب إلا كزافيي، ريحته لتوا ما فهمش. والفرضيات بدات، نجم يكون هو زادة مخطوف، نجم يكون مقتول ومدفون في بلاصة أخرى، نجم يكون انتحر، نجم يكون هو المجرم وهرب. كل الفرضيات ممكنة، والشرطة ما عندها حتى خيط أكثر دقة من الآخر. لكن من خلال البحث نجموا المحققين يتبعوا آثر كزافيي. القاو مثلا أنه نهار 10 أفريل كرهبته صورها رادار في اتجاه منطقة لاروشيل، نهار 11 أفريل القاو الأثر متاعه في نزل 5 نجوم في منطقة بلانياك. المحققين تحولوا للنزل وسألوا الموظفين وقالوا لهم كيفاش كانت تصرفاته، وراوهم تصويرته وتعرفوا عليه، وقالوا أنه كان يتصرف عادي بلا مارا، قالوا كان يحكي برشا وكان يضحك مع الناس، وخذ بيت في الأوتيل وعمل دوش وهبط تعشى وعدى الليلة في الأوتيل وخلص بالكارتة متاعه، وبعد قصد ربي. نهار 12 أفريل كزافيي عدى الليلة في فندق آخر، أما المرة هذه باسم مزور، من غدوة خلص الفاتورة كيف كيف بالكارتة متاعه. نهار 14 أفريل باش يجبد مبلغ معين من الصراف الآلي اللي باش يعدي به الليلة في فندق آخر، ومن غدوة الصباح. نهار 15 أفريل
مع الستة متاع الصباح خرج جزافيي كيما ظهر في كاميراوات المراقبة، خلى كرهبته في الباركينج متاع الفندق، ومن تلك اللحظة اختفى جزافيي والشرطة ضيعت الآثار متاعه إلى اليوم. عائلته مقتولة ومدفونة في جردة الدار وهو الناجي الوحيد. أكثر من هكا توعاد، كل الأدلة تقول لي هو الشخص الوحيد اللي بقات تحركاته موجودة بعد القضاء على العائلة وبعد الرسائل اللي بعثها وبعد اتصاله بمدارس الصغار. من تلك اللحظة أصبح جزافيي أخطر مجرم تفتش عليه الشرطة في فرنسا. 130 شرطي مع الكلاب البوليسية، طائرات هليكوبتر، كلها جندت للبحث على جزافيي. تم نشر الصور متاعه في فرنسا الكل وفي كل وسائل الإعلام. وشي جزافيي فص ملح وذاب. وين مشى جزافيي وعلاش؟ علاش عمل هكا في عائلته؟ كل الأسئلة هذه كانوا يطرحوا فيها المحققين. رجل ناجح في خدمته، عايش في حي راقي، في منزل جميل، أولاده يقرأوا في أحسن المدارس، شنو اللي يخليه يعمل هكا في أولاده وزوجته إذا هو المجرم؟ باش يعرفوا المحققين الأجوبة على الأسئلة هذه كان لازم يحلوا الكتاب على جزافيي وعائلته، وكتاب باش تصدر منه رائحة نتي. العائلة اللي تظهر مثالية، الكوب اللي عايش حياته بين الخدمة والسفر ونادي الرقص، الصغار اللي يقرأوا في أحسن الجامعات والمدارس، العائلة المترابطة اللي بكلهم يحبوا بعضهم. الواقع كان العكس تماما. جزافيي كان غارق في الديون، 10 سنين التالي أسس شركة وباش يوقفها على ساقيها تسلف فلوس، برشا فلوس، من عائلته، من أصحابه، من مرته أنياس اللي أعطاته اللي ورثته من العائلة. المشروع فشل وجزافيي خسر فلوسه وفلوس الناس اللي تسلف من عندهم. ولكن اش باش يعمل؟ باش يحافظ على المظاهر قدام الناس، ده يتسلف أكثر فأكثر، شاشيت هذا على رأس الآخر، ياخو فلوس من عند هذا باش يخلص بهم الآخر، ولا يتخبى من الناس اللي طالبوا بفلوسها. مش حكاية الفلوس كهو اللي كانت معكرة جو العائلة، جزافيي الصنعة متاعه ما تنحاتش، كانت عنده برشا علاقات غرامية. وانيس اللي كانت تظهر مرتاحة وفرحانة في زواجها كانت في الحقيقة تعاني وتعبر على مشاكلها مع زوجها كما باش يلقاوهم المحققين في منتديات خاصة بالنساء على مواقع التواصل الاجتماعي، القاو رسائلها. أنياس كانت تقول أنه رجلها كان يلومها على أنه ميزانها زايد، يلومها على أنها كبرت في العمر، ديما يحسسها أنه هي المذنبة وهي السبب اللي خليته هو يخونها. الحاجة اللي خليت أنياس هي زادة تلوج على علاقات أخرى، بدأت تدخل لمواقع التعارف على الانترنت ودخلت في علاقات افتراضية وغير افتراضية مع بارش الجيل باش تعبي الفراغ اللي كان عندها مع زوجها. من بعد تطور الموضوع وأنياس دخلت في علاقة غرامية مع صديق جزافيي المقرب ميشيل. اكتشف جزافيي هذه العلاقة بين مرته وصاحبه وزادت كبرت المشاكل بيناتهم. بعد هالمعلومات اللي وصولها المحققين فهموا أن الصورة المثالية اللي كانت عند الناس على هذه العائلة كلها غالطة. علاقة الكوبل كانت مبنية على الخيانة، الفشل والديون. من خلال التحقيقات اكتشفوا المحققين أنه جزافيي قبل الجريمة بشهرين توفى أبوه، ممكن من وقتها ابدا التخطيط للقضاء على عيلته. علاش؟ خاطر اكتشفوا انه مشى لدارهم، دار ابوه، وسرق منها البندقية ومبلغ مالي هام. البندقية هي نفسها
اللي تم استعمالها في القضاء على عائلته. في شهر مارس 2011 كزافيي دخل المدرسة لتعليم الرماية، ونهار 12 مارس شرى كاتم صوت للبندقية. يعني خطط كزافيي قبل بمدة لكل تفاصيل جريمته. كل الأدلة ضد كزافيي، والمحققين توصلوا لخلاصة وإلا سيناريو واحد، هو أنه كزافيي بسبب مشاكل كبيرة اللي كانت في العائلة، من توتر علاقته الزوجية للديون الكبيرة، ربما خاف على صغاره وبعده يبقوا يعيشوا كما صار له هو بعد ما تخلى عليهم بوه، وبقى يعيش مع أمه في الفقر والميزيريا بعد ما أبوه خليهم غارقين في الديون. ربما داوي حلوا عاد المحلين، خاف على صغاره يعيشوا نفس الشعور هذيك، علاش شنية قرر يعمل لهم يتخلص منهم الكل، وهكا قتل مرته وصغاره ودفنهم في جردة الدار، وخلق سيناريو الجاسوس وأنهم نقلوا للولايات المتحدة الأمريكية باش ما يسأل عليهم حد. كزافيي بقى في الدار مع جثث مرته وصغاره تقريبا أسبوع، بقى يجاوب على الجوابات اللي تجيهم، يبعث في الرسائل للمدارس متاعهم، وحذر لمخطط اختفاء مليح هكا قالوا المحققين. أما دويو عائلة كزافيي مش مصدقين أن ولدهم يكون عمل حاجة كي من هكا، مستحيل ياخي، علاش كنت تخايبوا رواحكم تحكيوا على انسان ما نعرفوش؟ راهو كزافيي نعرفوه مليح، هو مرته وصغاره. كزافيي باش تقول اخته حب ياسر صغاره، صحيح كان يخون في مرته اما كان يحبها برشا، وقالت هي متاكده انه كزافيي وعائلته في امريكا كما قال لهم في الرساله اللي خليها لهم، وهي متأكدة أنه هو مع المخابرات، والمخابرات بدلت له الهوية متاعه. يا مدام يهاو لقينا الجثث بتاع العائلة الكل في الدار. لا قلت لهم تكذبوا علينا بالأمارة، ما خليتوناش نشوفوا جثث الضحايا، وقلتونا سميهم فقط في تقارير الطب الشرعي، وبالأمارة الأخرى تقارير الطب الشرعي فيها برشة تناقضات وفرق كبير في الميزان متاع الأولاد، في الطول متاعهم، وبالتالي جزء من عائلة كزافيي لليوم يعتبروا وأنه فما مؤامرة، وأنه الجثث كذبة، وأنه الحكاية الكل هي حكاية متاع السيا والمخابرات الأمريكية، حطوا جثث متاع الله أعلم شكون، وتقيدت على أساس أنها جثث عائلته، وأنه كزافيي وعائلته عايشين بهويات جديدة وهما هربين في أمريكا. شكون يعرف؟ تم إصدار مذكرة لإلقاء القبض، مذكرة دولية في الانتربول في حق كزافيي من قبل السلطات الفرنسية. من نهار 29 أفريل 2011 صارت حملة كبيرة في فرنسا لم تنقطع للتفتيش عليه في البلايس الكل من غير حتى نتيجة، وصولا ل 8 ماي 2013 كزافيي أرضه كانت له بلاعة. في جوان 2013 الشرطة القاو جثة في غابة قريبة من بلاصة اللي خلى فيها كزافيي كرهبته، قالوا ممكن تكون جثة كزافيي، لكن بتحليل الحمض النووي تم إثبات أنها لا تعود له. في جون في 2015 صحفي فرنسي وصلت له تصويرة فيها كزافيي وتوما والأولاد، وراء التصويرة كان مكتوب أنا ما زلت حي، امضى كزافيي دوبون دو ليونيس. لليوم ما عرفوش المحققين شكون كتب الرسالة هذه وشكون بعث التصويرة. لليوم الشرطة الفرنسية ما تعرفش هل كزافيي حي ولا ميت. الصحافة الفرنسية والعالمية كتبوا على القضية متاع كزافيي دوبون دو ليونيس
وين حاولوا يفسروا علاش كزافيي قتل عائلته. ممكن ما حملش يشوف صغار ويعيشوا الفقر كما قلنا بعد ما كان لبس عليه، ممكن خاف لا يتمرمد معاه هو وصغاره في الديون. أما كيفاش نجم يخطط لمقتل أولاده شهور قبل ما ينفذ جريمته؟ كيفاش هزهم للسينما، خرجهم يتعشوا، قتلهم بعد ما نوم عدد منهم، دفن جثثهم في الدار؟ التحقيق في فرنسا ما زال جاري من عام 2011، فما أكثر من 900 تقرير وعملية بحث تعملت، لكن إلى حد الآن الشرطة ما زالت ما وصلت لحتى نتيجة. وما زال Xavier Dupont de Lyonnais لغز الغاز في فرنسا. شكرا لكم على متابعة هذه القضية، نستنى رأيكم وتعليقكم والفرضيات اللي تحطوها لهذه القضية. على أمل لقاكم قريبا، قلكم دمتم في رعاية الله وحفظ، إلى اللقاء.